تقدمت السلطنة 14 مركزا في تقرير التنافسية للعام الجاري لتصل إلى المرتبة 47 عالميا، ومن بين عدد من المؤشرات جاءت السلطنة في المركز الأول عربيا وضمن الدول العشر الأولى عالميا في مؤشر وقوع الإرهاب الذي يعكس خلوها من الهجمات الإرهابية. ويعنى مؤشر التنافسية العالمية بقياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار ل 140 دولة حول العالم، معتمدا في ذلك على 12 فئة أساسية.